أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Last time I asked you to join these and send me on WhatsApp. So send me now, I am waiting. آم وشراب نايف وسمين شيء وقهوة نام ودجاج قليل وكثير يأكل ويشرب كريم وبيض وفير. ده علامة الخطأ على الكلمة الغريبة. So what is the غريب word in the first one? Anyone? Sir, Azan. Azan is the غريب word. Next. Jawan. جوعان. اوكي، شراب. شراب. اوكي، do the remaining on your book and send me the picture. طعام. طول غدا عشاء مايدة جوان كسلان مريض يأكل ويشرب ويعمل الليل مكة مدينة منام بيأكل أكمل الجملة بالكلمات التالية. Complete the sentences with the following words. So which word will you write in the first one? Anyone? سر هل تشرب شاي؟ هل تشرب الشاي؟ Okay. Next. Anyone? Do you hear me? Do you هذا من تحامل تمر. ماذا تفضل؟ So من what do you... تحامل Okay, ماذا تفضل من الفاكهة؟ ماذا فاكهة تفضل من الفاكهة؟ What do you prefer from the fruit? التمر and dates. Next. Anyone? ماذا تطلبين من الطعام؟ ماذا تطلبين من الطعام؟ Correct. Now write all these blanks and send me on WhatsApp. هل تشرب الشاي؟ ماذا تفضل من الفاكهة؟ ماذا تطلبين من الطعام؟ هل أنت مريض؟ أين تصلي الجمعة؟ لماذا أنت مسافر؟ ثانيا التركيب والنحو. Secondly, structures and grammar. صحيح الأخطاء. Correct the mistakes. ماذا تطلب من الطعام يا فاطمة؟ Can anyone tell me what is the mistake here? هل Sir, it is ماذا تطلبين؟ ماذا تطلبين؟ So we will cross this word and in front we will write تطلبين.
هل تشربين الشاي؟ من هل تشرب؟ هل تشرب؟ So you cross it and you write تشرب here. آكل ثلاثة وجبة في اليوم. ما الخطأ هنا؟ آكل there has to be a term مربوطة after ثلاثة سا No. no sir No. آكل ثلاثة okay واجبة أو وجباتن وجبة؟ وجباتن واجبة. وجباتن From 3 to 10, we use plural word. So we need okay plural form of وجبة, which is وجباتن وجبات. In. وجبات اوكي Now do the remaining as well and send me. اوكي ماذا تطلبين؟ هل تشرب الشاي؟ آكل ثلاثة وجبات. المسجد بعيدة. No, this is not a mistake. Masjid is masculine, so Baid must be masculine, okay? So what is the mistake in this sentence? المسجد مسجد بعيد بعيد. بعيد هون بعيد Yes. تا مربوطة ريمو ده تا مربوطة ده Yes. اوكي انا اسافر أنا مسافر إلى مكة. Well, this is not the mistake. So what is the mistake? أنا مسافر We cannot use Alif Lam with Makkah because it is a إلى proper noun. Okay. أوكي إلى ال أوكي ريمود ال Yes. أوكي أنا مسافر إلى مكة. مكة إلى مكة أنا مسافر إلى مكة Again, this is not the mistake. The mistake is here. Ana zahibun ilal masjid. إلى المسجد أوكي And إلى المسجد ينتظر أو أنتظر this one will be intazir. Just ينتظر replace ya with alif. أجل Intazir. أنا ذاهب إلى المسجد ماذا تطلبين من الطعام؟ هل تشرب شيئا؟ آكل ثلاثة وجبات. المسجد بعيد. So here remove ألف لام من مكة. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. هل so what is the correct word for this blank? مريضة مريضة. Yes. مريضة مريضة أو مريضة same thing sir مريضة. okay هل أنت مريضة يا فاطمة؟ Next. أنا ذاهب إلى المسجد Correct. So write all these and send me picture. هل أنت مريضة يا فاطمة؟ أنا ذاهب إلى المسجد. أين تصلي الجمعة أنت؟ هل تستيقظ مبكرا؟ لماذا أنت مسافرة إلى مكة؟ Correct. اقرأ الفكرة ثم أجب بنعم
أو بلا. Read the paragraph, then answer with yes or no. Anyone read it? So can I read it? Yes. Okay, sir. محمد من مصر هو مصري. محمد مسافر إلى المكة للصلاة في المسجد الحرام. سيسافر إلى المكة بالحافلة. سيصلي محمد في المسجد الحرام الصلوات الخمسة: الفجر، الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء. محمد ذاهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي محمد الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. اوكي، محمد من مصر، نعم او لا؟ صح. نعم 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 صح. نعم So here you نعم go. Tick mark. محمد مسافر الى مكة والمدينة. نعم صح. اوكي، مكة والمدينة صحيح. نعم، محمد مسافر بالسيارة. لا لا، لا، حافلة بالحافلة. بالحافلة. يصلي محمد الصلوات الخمسة في المدينة. لا، لا، في المدينة، في المكة. جمعة. محمد ذاهب إلى المدينة يوم الجمعة. نعم لا، نعم يوم الخميس. يوم الجمعة. يوم الخميس، سوري، يوم سيصلي محمد الخميس. الجمعة في المسجد الحرام. يصلي محمد جمعة في المسجد الحرام. نعم. لا، في المسجد مصلي النبوي. نبوي. أوكي. محمد مسافر إلى مكة للصلاة. نعم، محمد مسافر إلى نعم، مكة للصلاة. محمد نعم. مسافر إلى مكة مع الأسرة. لا لا. الوحدة السابعة دراسة، 7th unit دراسة studies. الوحدة السابعة دراسة، الدرس الخامس والخمسون، 55th lesson، الحوار الأول، انظر واستمع واعد، look and listen and repeat. غانم، انظر إلى اللوحة، look at the notice board. اقرأ الجدول الدراسي، read the study table. الدراسة 5 أيام في الأسبوع، the studies are 5 days in the week. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. Yes, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. The holidays are on Thursday and Friday. We will do this lesson next time, inshallah. Let's do something else. Anyone can answer. Speed is. Hurry up. What is the answer? The woman is eating. المرأة تأكل. المرأة تأكل. تأكل. أو من امرأة. 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 The boy is ولد eating. يأكل. يأكل. مرحبا. يأكل. الولد يشرب. مرحبا. مرحبا. البنت تشرب. الولد البنت تجري. يشرب. الولد يجري. الولد يشرب.
Anyone? البنت البنت تأكل تأكل. تأكل. البنت تأكل. تأكل. الولد الولد ولد 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 الولد ولد الولد يا رجل ولد الرجل رجل الرجل الرجل يشرب الرجل يشرب يشرب الرجل يشرب البنت تجري البنت البنات نو يجرين البنات يجرين المرأة مرأة المرأة مرأة يجرين تجري تجري المرأة تجري تجري هما هنا تطبخان هما هن تطبخان 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 سيارة 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 حافلة دراجة دراجة قلب كلب قلب كلب نيوز بيبر صحيفة I don't know I don't know ما كتون قطة 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 الرجل الرجل وامرأة والامرأة وامرأة شطيرة شطيرة وحليب وحليب خبز خبز وماء والماء خبز وماء No one student only. مريم أرز وتفاحة أرز وتفاحة جواد رجل يقود جنو. سيارة الرجل يقود سيارة جواد الرجل يقود سيارة الرجل يقود سيارة المرأة تقود سيارة المرأة تقود سيارة الرجل يقود سيارة the man is driving a car الرجل يقود سيارة المرأة تقود سيارة المرأة تقود سيارة أهار الولد يمشي الولد يمشي أهارس الولد يمشي شي سكند وان الولد يمشي المرأة تقود سيارة فورث وان المرأة تقود سيارة دو يمشي the boy is walking الولد يمشي الرجل يقود سيارة الرجل second one يقود سيارة first one المرأة تقود سيارة الولد يمشي يمشي fourth one الولد يمشي البنت تمشي البنت تمشي البنت تمشي البنت third تمشي second one البنت تمشي البنت first one تمشي البنت تمشي البنت تمشي سارة سم
الرجل يقود السيارة. الرجل يقود سيارة. جواد. هوس. الرجل يقود سيارة. الرجل يقود سيارة. الرجل يقود سيارة. البنت تمشي. البنت تمشي. تمشي. الولد يمشي. الولد يمشي. أجل.